عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الاول من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ اما المكسب الاكبر ان كل اجابه صحيحه في بطوله العباقره اصحاب هتساوي مبلغ نقدي. في مرحله المجموعات كل نقطه ب 1500 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراه النهائيه. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لرعاية أبطال مصر الرياضيين. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 4,762,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول فريق مشرفنا في الاستوديو عيلة وأصحاب من محافظة سوهاج والقاهرة، رحب كلنا فريق فيروس. جهزت نفسي النهارده عشان هنزل تحت الضغط، حضرت حلقات مسجلة كتير وشفت معلومات في مجالات مختلفة. أنا بنبسط لما باجي عموما، الفكرة مش في المنافسة على قد ما فكرة إنها تجربة جديدة بالنسبة لنا، إحنا طبعا خسرنا الماتشين الأولانيين فالفرصة بالنسبة لنا ضعيفة جدا، بس إحنا مبسوطين بالتجربة عموما، يعني حاجة جديدة في حياتنا. دور البنك الأهلي دور مهم جدا في البرنامج، إن شاء الله النهاردة نحقق نقط كتير عشان نساهم في التطوير. الماتشات اللي فاتت يعني كان في تجربة جديدة فإحنا مش واخدين على جو الكاميرات وكده، ففي تنشن شوية في الموضوع، بس أوريدي اتعودنا عليه فإن شاء الله نأدي أحسن النهاردة. فيروس الحمد لله على السلامة. رجعتوا لنا تاني. إيه الأخبار يا مارينا؟ تمام الحمد لله. أنا قريت حاجة وما اتكلمناش فيها. أنتِ بترسمي شيدنجز. تمام. يعني إيه شيدنجز؟ برسم بالظل، يعني هو بيبقى بقلم رصاص بس بيبقى بطريقة معينة، بيبقى فيه ظل وشبه ظل في ال. وبترسمي حاجات وتعلقيها في البيت ولا؟ هاي الموهبة دي صراحة قديمة، يعني قديمة وانا يعني اندثرت مع الزمن، بس فكان اكتر بطلت يعني كان في ثانوي اكتر فترة كنت برسم فيها يعني. وستيفن برضو الشطرنج، لسه بتلعب شطرنج ولا بطلت؟ لا ده لسه بلعب. بجد لسه بتلعب شطرنج؟ بلعب اونلاين جيمز مع ناس اونلاين يعني. قولي بقى ناويين على ايه في ماتش النهاردة؟ واحنا داخلين مع الناش ستريست قوي يعني، فهنحاول يعني نصعب بنصعب مشوش يعني على قد ما نقدر. جميل جدا، لعلمك الهدوء ده بيفرق. بيفرق جامد. كريستينا، ازيك يا كريستينا؟ ايه الحمد لله. بصي ده احتمال يبقى اخر ماتش ليكم، وارد. التجربه بتمثل لك ايه؟ اولا حاجه كويسه جدا انه برنامج يساهم في تطوير كل حاجه عامه، يعني سواء مدارس او حاجه تانية. مدارس وقرى مستشفيات وبدعم الرياضة، يعني حاجات كتيرة حلوة الحقيقة، فدي لوحدها خبرة كويسة. وفي نفس الوقت أنا عن نفسي يعني خدت معلومات كتير خلال الفترة اللي قررت أن أنا أشترك فيها في البرنامج، ما كنتش أعرفها قبل كده يعني. كرولوس لابس أحمر. مش فاهم، مش راح لي يعني. مع بعض متقامين أحمر. شفت كريستينا شخصيتها قوية. صدقني اقنعتك انك تلبس احمر مع انك بتحب اللون الابيض، صح ولا ايه؟ الابيض لا يعني، بس حقيقة الابيض اوكي. انا عارف ان برضو الابيض بيمثل لك حاجة مهمة جدا. زمالك يعني؟ كل ده بتحاول تعرف الابيض بيمثل لك. كان زمان برضو صدقني بيمثل لك الزمالك. جايز لما تلبس احمر النهاردة الوضع يختلف. ده كده انا بقيت عميل. هنشوف. بالتوفيق يا كرولوس وبالتوفيق لفريق فيروس. أما الفريق الثاني فريق قوي من عروس البحر الأبيض المتوسط واسمهم دمه خفيف، نلعب كلنا فريق النينجا. لعب في الفريق المرة اللي فاتت السرعة، يعني احنا ما كانش عندنا سرعة، الفريق التاني كان أسرع مننا فاحنا اشتغلنا على ده، كمان اشتغلنا على سرعة البديهة أكتر يعني. النهاردة احنا استعدينا بأننا شفنا ايه هي نقاط الضعف اللي كانت عندنا المرة اللي فاتت وحاولنا نطورها، قرأنا أكتر واتفرجنا على حلقات قديمة
وقائنا في معلومات جديدة. ماتش النهاردة مهمة جدا بالنسبة لنا وفاصل، لأن الفوز فيه لو ربنا قدرهولنا إن شاء الله هيدينا فرصة أكبر إن إحنا نتأهل لدور الثمانية. أما لو لا قدر الله خسرنا فده هيحط علينا ضغط كبير جدا في الماتش الثالث وهيقلل جدا فرص التأهل. أنا جهزت لنفسي النهاردة إن أنا أنزل تحت الضغط، إن أنا أوسع المجالات شوية وإن أنا أقرأ في كذا مجال، يعني بالذات الأدب والفنون لأن أنا كنت ضعيف فيه شوية، وطبعا تحت الضغط مش مقتصرة على نوع معين من الأسئلة ولكن هي مجال مفتوح. نينجا الحمد لله على السلامة. دافنشي ازيك يا سارة؟ زي حضرتك. يا سارة قوليلي الماتش اللي فات مشي ازاي؟ هو برضو في بداية الماتش كنا ماشيين كويس جدا والأسئلة كلها اتجاوبت الفقرة الأولى وكنا ماشيين فل، بعد كده لقينا الماتش بيهرب بس فده نفس اللي حصل لفيروس الماتش اللي فات بالظبط نفس السيناريو. بس الحمد لله يا رحي نستعدينا المرة دي وإن شاء الله خير. خير يا سارة. ازيك عبد الرحمن؟ تمام الحمد لله. جبت كم نقطة الماتش اللي فات؟ بعدش 60. يا شوف روان حافظة كل حاجة صح. شفت؟ قولي بقى متوقع ايه الماتش النهاردة؟ يعني احنا الحمد لله استعدينا كويس واعتقد ان شاء الله هنأدي كويس بإذن الله. ما هو ماتش بالنسبة لكم كاس، كسبتوا النهاردة بقى في امل. ازيك يا روان؟ ازي حضرتك يا مستر؟ ايه يا روان اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ما عارفة يا مستر بجد ولا انا عارف بصراحه. والله انا اتفاجئت بصراحه. ناوي على ايه النهارده؟ لا ان شاء الله تمام يعني خير باذن الله. احكي لي وقتك ماشي ازاي. والله انا باخد كورسز دلوقتي، عندي كورس في الاي او سي وكورس في الاكاديميه في شيراتون والبرنامج، فانا والله كان عندي كورسات. ايه يا روان؟ كورس الاي او سي ده كورس مانجمنت له علاقه بالبلاننج والكورس استيميشن بتاع المشاريع الهندسيه، ده مجالي. وكورس شيراتون له علاقه بالكونتراكت اللي هي بتبقى عقود المقاولات، اللي هي جزء هندسة وجزء تاني بيبقى حقوق أكتر. أنا بحييكي عشان كل اللي انت بتعمليه دلوقتي بيبني لمستقبلك، وانت ابتديتي بدري فهتنجحي من بدري يا رب. استمري إن شاء الله. حاضر. كلاني ازيك يا كلاني؟ ازيك يا دكتور يا بابا؟ قولي يا عبد الرحمن متوقع ايه من ماتش النهاردة؟ والله احنا استعدينا كويس وحاولنا نصلح من أخطائنا الماتش اللي فات اللي هي كانت التوتر. حصل ان يعني التوتر جاء من نتيجه ان احنا الاجابات معانا ومكتوبه ما بنقولهاش نفس اللي حصل مع بعض. يعني حتى مش الاسئله حتى معانا في الذهن، لا كتبناها وبنوريها لبعض وندوس نقول حاجه تانية خالص. واضح ان احنا هنشوف ماتش كوميدي النهارده شكلها الاثنين زي بعض لما نشوف اللي هيحصل. جاهز عبد الرحمن؟ ان شاء الله. بالتوفيق عبد الرحمن وبالتوفيق لفريق النينجا. تعال نسأل فريق فيروس كده ايه رأيكم في اسم النينجا؟ جميل حلو. بنحب الفيلم. بالذمة حد يسمي نفسه فريق النينجا؟ لا احنا بنحب اقتراحات حضرتك جدا، حضرتك اقترح انا معاك. اصل انا اللي اقترحت عليهم بتسموا نفسكم النينجا، قالوا لي خلاص احنا النينجا. العباقرة اصحاب ست فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وأجرة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو من هو الفنان القدير الذي لعب دور بهجة أبو الخير في مسلسل صاحب السعادة؟ روان. عادل إمام طبعا. طبعا عادل إمام إجابة صحيحة. عادل إمام هي الإجابة الصحيحة. وكده روان هتختاري مين اللي هتبتدي الأول؟ إحنا نبدأ الأول. أنتوا اللي هتبتدوا الأول. جاهزين؟ إن شاء الله. أول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. نينجا عندكم سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ إن شاء الله. إن شاء الله. دوس على البازر. جغرافيا والسؤال هو ما هو المضيق الذي يفصل بين جزيرة صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية؟ ما هو المضيق الذي يفصل بين جزيرة صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية؟ فاضل 10 ثواني. عبد الرحمن فريد. مضيق ماسيني. عبد الرحمن 20 نقطة. إجابة صحيحة.
مضيف لسينا هي الإجابة الصحيحة. وبكده النينجا 20 فيروس. عندكم سؤال في جغرافيا في جوكر؟ لا في العلوم طبعا. أربعة دكاترة طبيعي يبقى في العلوم جغرافيا. والسؤال هو بحيرة كاريبا تعد واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في العالم وتقع بين زيمبابوي ودولة إفريقية أخرى، فما هي؟ بحيرة كاريبا من أكبر البحيرات الصناعية في العالم بين زيمبابوي ودولة إفريقية تانية، هي إيه؟ ستيفن موزمبيق. موزمبيق بعشر نقط. إجابة خاطئة، مش موزمبيق. في إجابة ولا فيش إجابة؟ روان إجابتك. زامبيا. عبد الرحمن فريد مش موافق. بصي وشه. لا لا موافق. موافق؟ موافق. ولا كمان موافق. إجابة صحيحة، زامبيا هي الإجابة الصحيحة. تشجيع للنينجا. النينجا 30 فيروس ما عندهمش نقط. وعندنا سؤال في التاريخ لفريق النينجا. في جوكر؟ خدت جوكر خلاص. تاريخ. والسؤال هو جحر الذئب هو مقر عمليات الحرب العالمية الثانية لأحد القادة، فمن هو؟ جحر الذئب هو مقر عمليات الحرب العالمية الثانية لأحد القادة، فمن هو؟ سارة. ستالين. ستالين يا سارة. إجابة إيه؟ خاطئة. برافو عليك، إجابة خاطئة، مش ستالين. في إجابة ولا فيش إجابة؟ نخمن. ستيفن رومل. رومل يا ستيفن. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد عشرة أو ناقص خمسة. مارك وين، نيل ريتشي، شارل دي جول، أدولف هتلر. أدولف هتلر. ستيفن أكيد هتلر. إجابة صحيحة، أدولف هتلر هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة عشرة فيروس، النينجا 30 وفيروس. عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ. والسؤال هو في أي دولة من دول أمريكا الشمالية انفجرت سفينة الشحن الفرنسية مون بلون المحملة بالذخيرة؟ فيها حوالي 2001 ماتوا. اصطدمت بسفينة تانية. خمس ثواني. كوبا. كوبا. إجابة خاطئة، مش كوبا. في إجابة؟ مش متأكدة بس ممكن الولايات المتحدة. إجابة خاطئة، هاليفاكس إكسبلوجن. أربع اختيارات زائد عشرة وناقص خمسة. السلفادور، كندا، المكسيك، نيكاراغوا. مكسيك. ستيفن إجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة كندا. فيروس. خسرنا خمس نقط. كده النتيجة خمسة فيروس 30 النينجا. سؤال في الأدب. النينجا أدب. والسؤال هو من هو الكاتب الروسي صاحب المسرحية الشعرية The Stone Guest؟ مين الكاتب الروسي صاحب المسرحية الشعرية The Stone Guest؟ من أهم الشعراء الروسيين. ست ثواني. تولستوي. تولستوي. نفس الإجابة اللي كتبها عبد الرحمن؟ لا. تولستوي مشهور بالروايات. روان. إجابة خاطئة، في إجابة فيروس. ستيفن إجابتك. تشايكوفسكي.
تشايكوفسكي يا ستيفن. إجابتك؟ إجابة خاطئة. أربع اختيارات زائد 10 ناقص 5. أنتون تشيكوف، إيفان كريلوف، ألكسندر بلوك، ألكسندر بوشكين. تشيكوف. أنتون تشيكوف. خدتي الريسك يا سارة؟ زي ستيفن بالظبط. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة بوشكين، ألكسندر بوشكين. خمس نقط فقدتوهم يا نينجا. 25 نينجا فيروس 5. وعندكم سؤال في الأدب، أدب، والسؤال هو: من هو الكاتب المصري الراحل مؤلف رواية البيضاء؟ مين اللي ألف رواية البيضاء؟ صحفي وكاتب مصري راحل. خمس ثواني. كرولوس. أنيس منصور. أنيس منصور. إجابة خاطئة، مش أنيس منصور اللي كتب البيضاء. في إجابة ولا فيش إجابة؟ جمال الغطاني. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5. توفيق الحكيم، يوسف إدريس، يوسف السباعي، نجيب محفوظ. محدش هياخد الريسك. خلاص ليه يا ستيفن؟ اتعلمنا خلاص. بتاعتوا ليه يا ستيفن؟ كنت فكر في يوسف السباعي. يوسف السباعي. كنت هتقولوا ايه؟ يوسف السباعي. يوسف السباعي. ستر ربنا. الإجابة الصحيحة يوسف إدريس. دلوقتي آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، وأول سؤال للنينجا علوم، والسؤال هو: ما هو الحيوان الذي يخاف منه مريض أوفيديوفوبيا؟ ما هو الحيوان الذي يخاف منه مريض أوفيديوفوبيا؟ إجابتك. مش متأكد قوي بس الذباب. الذباب. إجابة خاطئة. برافو عليك، إجابة خاطئة. في إجابة ولا مفيش إجابة؟ تخمينة. كرولوس خطف الباصر من مارينا. مشكلة. كرولوس. أنا لست غلط. جاوب. إجابتك. تعابين. كرولوس. إجابة صحيحة. الحمد لله. التعبين هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط لفريق فيروس. فيروس 15، النينجا 25. ودلوقتي آخر سؤال في الفقرة لفريق فيروس، في جوكر علوم، والسؤال هو: من هو عالم الفيزياء والسياسي الأمريكي صاحب فكرة مانع الصواعق؟ ولا خدت ولا ثانية تفكر. بنجامين فرانكلين. بنجامين فرانكلين. ستيفن. إجابة صحيحة. بنجامين فرانكلين هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 35 فيروس 25 النينجا. فيروس تقدمت. النينجا أخبارنا إيه؟ احنا لسه في أول مباراة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 60 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 90,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.